السلام عليكم أعزائي الطلبة، وياكم الأستاذ أسعد الأسدي مدرس مادة الأحياء. اليوم إحنا إن شاء الله راح نتعلم نرسم رسومات الفصل الأول الخلية. نبدأ بأول رسم اللي هو أنتم تعرفوه كل زين، الخلية بدائية النواة أو رسم البكتيريا. بالك يا أمير، مسطرة بالمسطرة اشتغل حتى يصير حل صحيح ورسم صحيح. أجي أرسم بالمسطرة خط، ارسم بصفه خط، تشوفون شلون شباب، خلي الخطوط متساويه، المسافه اللي تختارها انت ضمن دفترك الامتحاني ان شاء الله. هاي خطين، كملنا الخطين ذني، نجي من الاسفل نقوسه، نجي من الاعلى نقوسه. نجي هسه شبابنا نخلي خط بصف الخط اللي رسمناه، يعني احنا بالعامية نقول نخلي اطار. تعال هسه انا وياك نخلي اطار ثاني بصفهم، بصف هذا مسافة، بعد انت تعرف هالمسافة. ونفس الموضوع شبابنا، تجي من الاسفل اطار تكمله. هسه نبدي اول حركات عندنا، شفتني شلون رسمته؟ وياي انت قلمك وورقه وياي بعد ما تنسى. نجي اول نقطه بالخارج، البكتيريا بيها شعيرات واهداب، بيها شنو؟ شعيرات واهداب، تباوع؟ هذا هو دائما الاهداب بهذا الشكل، دائما الاهداب بهذا الشكل. اذا اجي حتى ما تنسى أشر سهم مرتب، راح تقول هاي عبارة عن شعيرات اللي هي نفسها يا هي الأهداب. وأيضا قلنا إذا متحركة تحتوي على أصوات، هذا الصوت نفس الهدوء بس أطول شوية شوية. هذا بعد تعرفون أنه عادي، سوي طبقة ثانية طوخه شوية، بعد أنت بعد مرتب. شوف اكتب عليه هذا شنو، هذا اكتب عليه صوت. اجي اكو هلب جنسي نفس الاهداب بس شوية ثخنة، بالعامية خلي اسولف لك، هذا اكتب عليه شنو، هلب جنسي او هلب الاقتران، هلب جنسي او هلب الاقتران. هسه تعالوا وياي شوية، انتبه علي، شو راح اسوي. من ثلثي المسافة يعني تقريبا، هسه هذا نص منه، تشوفون شلون؟ حتى لو تستخدم المسطرة بعد أفضل لك. تسوي لي هذا الشكل، شنو هو الشكل؟ تباوع. سوي لي هذا الشكل. هيج. واضح؟ يعني خط مائل، تبدي منه بأضعف، من الأعلى أضعف، شوية من الأسفل سوي بيه. شنو؟ سوي أعرض. هذا واحد. سوي واحد بصفة ثاني. نفس الديكور، من أسفل أعرض. وبقت عندك خط ثالث شوية مسافته أقصر، يعني أصغر شوية. ها تمام، أعلى من الأعلى أصغر، أعرض شوية هنا، الثاني همه، الثالث. تعال على هذا أول واحد اللي قلنا أصغر، أنت بعد طوخه بلون حتى يبين إنه هذا. ها وبالنسبة هذا أيضا طوخه بالقلم مالتك حتى يبين على انه هاي طبقه، حتى نعزلهم تبين للمصحح انه هاي طبقه وهاي طبقه، ثلاث طبقات يعني. خلاص، اهم شيء الشكل الخارجي شبابنا، اهم شيء الشكل الخارجي، لا تنسى هذا الشيء اللي اقول لك عليه، اهم شيء الشكل الخارجي. هاي المنطقة انتهى. اجي هسه أأشر، اول شيء هذا هو للداخل، طبقة معناها للداخل. هاي شو تمثل لي؟ تمثل لي الغشاء البلازمي،
الغشاء البلازمي. هاي الطبقة هاي تمثل لي جدار الخلية، جدار الخلية. هاي شو تمثل لي؟ تمثل لي المحفظة اللي بيها الأبواب. دائما الغشاء البلازمي يحيط بمن؟ بالسيتوبلازم، يعني هاي الفجوة تركتها سيتوبلازم. داخل السيتوبلازم كتلة نووية، الكتلة النووية عبارة عن شيء مخربط على قولة الطلاب، هاي تمثل لك منطقة نووية. منطقة شنو؟ نووية. باوع الرسم، شفت شلون رسمته؟ بشكل بسيط وسهل جدا، خطين وراه خليت اطار وراه سويت ثلاث افرع، عادي ماكو مشكلة تجي منه. استاذ هاي ارد الونها اني اسويها، اي انا عرفتها ابيض باعتبار انه حتى هي متميزة باللون الابيض، يعني تختلف عن الالوان الموجودة، لان تعدك قلم واحد، فخلي انه من الاعلى طوخها ومن الاسفل وعيف هاي بالنص حتى تمثل. هاي شو تمثل؟ تمثل لك طبقة هاي مباشرة. انا وياكم شفتوا شو رسمته؟ مباشرة رسمته بدون لا تخطيط وبدون ايش، مباشرة. ها شوفوا شلون صار رسم حلو وواضح جدا. اذا هذا يا هو هاي الخلية البدائية البكتيريا.